اوكي طلاب، طيب دكتور، بس في عندي سؤال عن فكرة قبل. بهار، رح اخذ سؤالك، بس خليني اكمل الجملة اللي قطع فيها السيشن الاول. اذا كنا آمن. نقول للطلاب انه السنجل كود بروتكت الدولار ساين. شو يعني بروتكت؟ يعني بتعمل تيرن اوف لمعناه الخاص، فبصير حرف زيه زي، يعني سيمبل زيه زي اي كاركتر. فرح تشوف الايكو الدولار ساين شل ككلمة وتطبع لك اياها ككلمة. تمام؟ طيب بها، ايش سؤالك؟ تفضل. طيب أنا لو بدي أبحث عن ملف فيه مثلا ترتيب معين للأحرف، أنا لو حطيت ستار بالبداية بيمنع أول حرف يكون باللي أنا محدده، ولو ستار بالنهاية بيمنع آخر حرف، لو ستارين كلهم صح؟ لا، الستار مش اللي بتمنع اول حرف، لا بالعكس، الستار معناها نون اور مور كلونج طبعا، واني كاركتر. انا القصد اللي حط، اللي اذا بتحكي على المثال اللي قبل شوي، انا بحكي لكم اذا ما كانت الستار بالبدايه وبلش الاكسبريشن بالبراكت، يعني معناته ما بدك اياه يبدا باللي جوا البراكت اذا في نيغوشيت. عرفت كيف؟ اما لما تحط ستار بالبدايه وبالنهايه، هيك البراكت اللي اجى بينهم مش هو بدل على سنجل كاركتر، انت بدك الاسم كله ما يحتوي على هذا الكاركتر. يعني لو بدي مثلا ابحث عن كلمة تبلش مثلا، انا عامل مجموعة ملفات مسميهم مثلا اي بي سي، اوكي اي بي سي 1 اي بي سي 2 هيك، لو بدي تمام، ابحث عنهم سبيسيفيكلي كيف بعملهم؟ بس بدك كل اللي بيبدأ بأي بي سي. كل اللي بيبدأ بأي بي سي بهيك الترتيب يعني. اوكي، ايه بتحط اي بي سي ستار. اي بي سي ستار. تمام، طبعا احنا هلا بس نكمل شوي، رح نطبق على التيرمينال يعني كيسز قد ما نقدر، بس اذا بدك انت تحدد ترتيب معين اكتبه زي اللي بدك اياه. يعني انت بدك اي بي سي، اكتب اي بي سي. هلا بعد الاي بي سي بدك اي شيء، هون بتحط ستار. طيب بدك الاي بي سي ويجي وراها لازم رقم، بتحط اي بي سي براكت، جوا البراكت بتكتب من 0 ل 9. يعني انت بدك بس اي بي سي مع ارقام. عرفت كيف؟ يعني بتربط شغلتين مع بعض. يس. طبعا احنا هلا مع التطبيق اكيد رح تفهموها ان شاء الله اكثر. طلاب احنا رح نطبق يعني قد ما نقدر 4 5 6 كيسز، بس لازم انت تطبق وتتعود عليهم اكثر. لما تطبقهم منيح رح تشوف انه جدا على فكره سهل معناهم وما بخربط، بس انه بدهم تطبيق وتعويد، يعني تتعودوا عليهم عشان في الامتحانات تحلوهم بطريقه اسرع. اوكي طيب، اتصور الكوت والدبل كوت سهله، رح لسه نكمل فيهم كمان. دولار ساين شل ككلمه مش قيمه للفاريبل شل. الدبل كوت ما بتقدر تحمي برضه الباك سبيس، اذا حطينا باك سلاش حواليها دبل كوت هاي رح يضل معناها باك سلاش، فدايما الباك سلاش بنحميها اما بباك سلاش ثانيه قبلها رح بصيروا دبل او بسنجل كوت. هلا متى بنختار سنجل كوت ومتى دبل كوت؟ حسب السيمبل او الميتا كاركتر اللي احنا بدنا نعمل له بروتكتنج او بريفنت للسبيشال مينينج اللي له. السنجل كوت بتحمي تقريبا كل الكاركترز ما عدا نفسها، الدبل كوت بتحمي كل الكاركترز ما عدا الباك سبيس والدولار ساين والسبستيتيوت. الدبل كوت والسنجل كوت بيحموا بعض، يعني اذا بدك انت السنجل كوت بتستخدم الدبل كوت، واذا بدك تطبع الدبل كوت بتستخدم السنجل كوت. طبعا الباك سلاش طلاب اللي هي الاسكيبنج، هاي بتحمي كل شيء حتى نفسها، يعني كل الكاركترز. بس شو مشكلتها؟ انه بس بتحمي اللي بعدها فقط، فلازم تستخدمها قبل كل كاركتر انت بدك تعمل تيرن اوف لمعنى. الكود permit the variable evaluation والcommand substitution. ليه؟ لأنه اللي حكيناه قبل شوي إنه الدبل كوت ما بتحمي الدولار ساين ولا السبستيتيوت. أوكي، كمان مرة، شو الـ variable evaluation؟ يعني استخدام الـ variable الدولار ساين كprefix لاسم الـ variable، هذا اسمه variable evaluation. ليش بنحكي إنه الدبل كوت permit؟ permit يعني بتسمح الفاريبل ايفالويشن، لانه الدولار ساين حتى لو كانت سراوندد باي دبل كوت بضل معناها الدولار ساين اللي هي الفاريبل ايفالويشن. كذلك اذا استخدمتوا السبستيتيوت
كانت surrounded by double quote رح تضلها substitute، رح تفهمها الشل إنها substitute. طلاب substitute مش نفسها single quote، لا، وشوفوها على الكيبورد بتختلف، هذا symbol وهذا symbol تاني. أوكي. redirection. redirection بتم عن طريق السيمبل less than أو greater than، والless than بخص إنك أنت تعمل redirect للinput source، والgreater than إنه نعمل redirect للoutput source. هلا الشل فعلياً تعمل manipulating الcommand input and output، يعني أنت لما تعطي command line للشل ممكن عن طريق less than والgreater than تحول مسار الinput أو الoutput، يعني بمعنى آخر بدل ما الcommand يأخذ الinput من سورس معين مثلا من الكيبورد، ممكن انت تحوله انه ياخذ من اي فايل انت ممكن تحدده، وممكن تبعت الاوتبوت بدل ما يروح للسكرين ممكن انت تبعته لاي فايل برضو عن طريق الجريتر ذان سيمبول. هدول اثنين برضو ميتا كاركترز، يعني لهم سبيشال مينينجز. حكينا انه الكوماند ديزاين تو رايت الاوتبوت، الكوماند هي مسؤوليتها انه خلص انا يعني عندي بعمل الاكشن اللي انا الي وببعت اوتبوت. وين ببعت الاوتبوت؟ على جينيريك فايل. برضه بالنسبه للانبوت الكوماند ديزايند انها تاخذ الانبوت من جينيريك فايل اذا ما كان الكوماند من خصائصه انه اصلا له فايلز از ارجمنت، زي مثلا الكات بيجي معه الفايل كارجمنت فبيعرف انه ياخذ الانبوت منه. وممكن برضه نعمل ريدايركت لهذا الشيء. الشيل كان اساين ذيس فايل تو ديسك فايلز، يعني انك انت تحدد فايل معين. والكوماند زي ما حكينا قبل شوي هي ما إلها علاقة وما بتعرف الريأسايمنت اللي صار، يعني أنت لما عملت الريدايركت الشل اللي عملت ريأسايمنت للإنبوت سورس، يعني حولت الإنبوت سورس من سورس لسورس تاني، والأوتبوت حولت الأوتبوت من سورس أوتبوت لسورس أوتبوت تاني. أوكي، طلعوا ضفت أنا هاي النوت بآخر كم ثانية عشان ما تفكر أنه انتهت أو انتهى موضوع الريدايركت. لا، بالنكست فيديو رح أكمل عنه، بس لأنه موضوع شوي طويل ما بدي أطول الفيديو أكتر من هيك. طيب انتبهوا طلاب، هلأ هنا لما نحكي لك command design to write output to generic file، الكوماند زي ما حكيت قبل شوي وظيفته إنه يعمل كذا 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 حسب هو شو مبرمج ويعطي output معين. طبعا إحنا بنحكي على الكوماندز اللي ما لها طلاب، اللي بتعطي output. في كوماند ما بتعطي output، زي الكوبي بيعمل action، الموف بيعمل اكشن، السي دي بيعمل اكشن. انتبهوا انه الريدايركت، ورح نحكي كمان شوي البايب او في النكست ليكتشر عن البايب، بس بنستخدم الكوماند اللي بتقبل اوتبوت، بتقبل انبوت وبتعطي اوتبوت. ما بصير اي كوماند تفكر انه يمكن استخدامه مع الريدايركت، لا. تمام. هلا الكوماند مثلا الاس، الالاس لو انا اعطيته ريدايركت من انبوت معين من فايل، هو طلاب ما بيعرف هذا الاشي، يعني have no knowledge زي ما مكتوب هون. هو ما له علاقة انه الانبوت اللي اجاني اجا من بايب، اجا من فايل، اجا من الكيبورد، ما بيعرف. هو بيعرف انه في داتا بدي اشتغل عليها. اما اذا اعطيناه argument اللي هم الفايلز، مثلا قلت له ls file 1، هنا لا، بيعرف الكوماند انه انا رح اشتغل على الفايل اللي اسمه فايل 1. ليه؟ لانك انت اعطيته اياك argument. تمام. طيب مثلا لو اجى حدا حكى لك انه بالله اكتب لي عنوان محل معين على ورقه، فانت جيت مسكت لقيت ورقه هيك صغيره معك، كتبتها بخط هيك مش مرتب كذا، المهم كتبته واعطيته اياه، انت اديت المهمه اللي انطلبت منك، اعتبر حالك انه انت الكوماند. هلا اللي اخده منك اللي هو الشل، الشل مسكت العنوان رجعت كتبته على ورقة تانية كبيرة أو ملونة بخط ملون بخط عريض whatever، أنت ما بهمك، أنت خلص أعطيت الأوتبوت. وهي هلأ وين ودت الأوتبوت؟ ودته على السكرين، خزنته بفايل، ودته على البايب. الكوماند have no knowledge about this manipulation أو reassignment طلاب. أوكي، هذا القصد. طبعا هلأ في النكست فيديو رح نفصل الـ redirection كانبوت وكاوتبوت، ورح نرجع نستذكر انه اصلا احنا عنا فعليا standard input وstandard output، وشو عنا كمان؟ عنا الايرور. تتذكروا في الستاندرد ايرور، ليش؟ لانك لما
تطلب من الشيل execute لكماند معين ويفشل لسبب ما لإيرور ما، شو بيطلع عندك؟ إيرور مسج. فبرضو أنت ممكن تتحكم إنه ما بدي هاي الإيرور تطلع على السكرين، بدي إياها تروح تتخزن بفايل، أو بديش إياها بالمرة. رح نشوف كمان كيف ممكن أعمل أنا هذا الشيء. طبعا أول شيء رح نشوفه بالنسبة للجزء الجديد إنه نتعرف، إحنا حكينا الكماند بياخد الانبوت أو بيعطي الاوتبوت إيش؟ لفايل، لجينيريك فايل. هلأ لازم تعرفوا إنه الجينيريك فايل الطلاب هدول إذا الكماند يقرأ منه لازم يكون إله الديسكريبتر زيرو، وإذا بده يكتب عليه لازم يكون إله الديسكريبتر ون، وإذا بده يكتب الإيرور لازم يكون الديسكريبتر تو. أوكي يلا تعال نشوف كيف. إذا حكينا الريدايركشن بيخلي الانبوت ياخد من فايل أو الاوتبوت يروح على فايل. طيب كيف فعليا الشيل handles the files؟ هلا الفايل can be accessed by its path name، يعني موقعه أو خلينا نقول عنوانه، فبينعمل له opening. الفايل برضو حكينا إلو inode number، فلما نستخدم الفايل في كوماند وينعمل execute لهذا الكوماند، الكيرنل بتعمل locate للفايل عن طريق الاينود نمبر اللي له وبتعمل له opening، تعطي هذا الفايل descriptor، والdescriptor هو عبارة عن positive integer. هذا الفايل descriptor تستخدمه عمليات القراءة والكتابة على الفايل، يعني بمعنى آخر بصير الفايل ديسكريبتور لما بدنا نقرأ منه أو نكتب عليه تتعامل معه عن طريق هذا الرقم. الكيرنل تعطي دائماً lowest available number as a descriptor. هلأ دائماً عندنا 0, 1 و 2 هدول always allocated، 0 للإنبوت، 1 للأوتبوت، وال 2 للإيرور. خلينا نشوف كيف. الستاندرد إنبوت بياخد الديسكريبتور 0 وباي ديفولت هو الكيبورد. إذا الكوماند لاين احتوى على الريدايركشن الخاصة بتغيير مسار الانبوت، الشيل قلنا بتعمل ري اسايمنت لديسك فايل. مثلا WC redirected على فايل 1، هون يعني انه WC رح ياخد الانبوت اللي يشتغل عليه من الفايل 1، بس هون مش الكوماند نفسه هو اللي فتح الفايل، لا هون الشيل هي اللي فتحت الفايل وجهزته للكوماند WC وخلته يشتغل عليه. كمان ممكن اوكي طلاب شو يعني انه اذا استخدمنا الليستان اللي هي الريدايركت اللي بخص الانبوت، انه الستاندرد انبوت ري اساين تو ديسك فايل. حكينا الستاندرد انبوت له الديسكريبتور 0، فالشيل رح تعطي الديسكريبتور 0 لهذا الفايل اللي انت هون مثلا بهذا المثال مسميه فايل 1. فالدبليو سي وكل الكوماند طبعا من وين بيقراوا؟ بيقراوا من الديسكريبتور 0. فعليا بهذا المثال من وين رح يقرا؟ رح يقرا من فايل 1. هو كدبليو سي كوماند ما بيعرف انه هذا اسمه فايل 1، هو له انه يقرا من الديسكريبتور 0. طبعا باي ديفولت بتكون الديسكريبتور 0 جيفن لمين او اسايند لمين؟ للكيبورد. بس الريدايركت بيخلي الشيل تعمل reassigning، يعني بتاخد الديسكريبتور 0 من الكيبورد وبتعطيه للفايل اللي انت هون حددته. فالwc هنا ما بعرف هو من وين بقرأ، المهم انه بقرأ من الديسكريبتور 0. اما لو شلتوا الريدايركت وخليتوها wc فايل 1، هنا فايل 1 صار argument طلاب للكوماند، فالكوماند بيكون يعرفه ويعرف اسمه بهاي الطريقة بالضبط. طيب إنه الانبوت يكون جاي من output لأنذر command، وهي بنحكي لها البايب. فمثلا هو pipe WC، هون WC حتاخد الانبوت من الoutput اللي أعطاه له الكوماند. طبعا بهذا المثال اللي فيه pipe شو رح تعمل الشل؟ حتعطي الديسكريبتور 0 للبايب لما يصير تنفيذ الدبليو سي، فبرضه رح يقرا الدبليو سي من البايب. اصلا البايب بايش معبى؟ معبى بالاوتبوت اللي اعطاه الهو. لما بتقرا من الديسكريبتور 0 لانه هذا الريد ديسكريبتور، وزي ما حكينا هي ما إلها علاقة بالمانيبيوليشن اللي صار، هذا الشيل هي اللي بتعمل ستاندرد اوتبوت. بياخد الديسكريبتور 1
باي ديفولت هو طبعاً التيرمينال أو خلينا نحكي السكرين. لما الكوماند يحتوي على الريدايركت أوف أوت بوت اللي هي الجريتر ذان أو حتى الأبند، هون الستاندرد أوت بوت رح نعمل له ريأساينينج على الفايل اللي بيجي بعد الريدايركشن. فمثلاً كات ريدايركت على فايل، هون رح تاخد الإنبوت من الستاندرد إنبوت الديفولت اللي هو الكيبورد، ورح تبعت الأوت بوت على الفايل 1، ما رح تبعته على السكرين. كمان برضو ممكن الاوتبوت يستخدم كإنبوت لأنذر بروجرام، وهي البايب اللي لسه حكينا عنها قبل شوي. يعني الاوتبوت يروح على البايب، ما يظهر لا على السكرين ولا يتخزن بفايل. الكوماند دائما بيكتب على الديسكريبتور 1، يعني الاوتبوت على الديسكريبتور 1، وبرضو have no knowledge of this manipulation. نفس الطريقة طلاب، الكات لما تنفذ أعطى الأوتبوت لمين؟ للفايل اللي له الديسكريبتور 1. هلأ بالباي ديفولت التيرمينال اللي هي السكرين بيكون إلها الديسكريبتور 1، لكن الريدايركت خلى الشل تعمل ريأساينينج، فصار هون الفايل 1 هو الديسكريبتور 1، فرح يروح الأوتبوت من كات على الفايل 1 بدون علم الكات. الكات له إنه أعطى الأوتبوت. طيب انتبهوا طلاب، هون بهذا المثال شو حكيت أنا هون؟ حكيت الكات أخذ من الديفولت إنبوت اللي هي الكيبورد. ليش؟ طلعوا هون لا عاملة أنا ريدايركت ولا معطي أرجومنت للكات، فشو رح يعمل؟ باي ديفولت حياخذ من الكيبورد. طب هل بصير أعمل كات وريدايركت من إنبوت معين وريدايركت الأوتبوت لفايل معين؟ يس طبعا، ما في أي مشكلة إنه تستخدموا بنفس الكوماند ريدايركت من إنبوت وريدايركت لأوتبوت يكونوا فايلز، ما بتخربط لما تتعودوا عليها. الجريتر ذان هاي ريدايركت اللي بتخص الاوتبوت، يعني رح تبعت الاوتبوت لا اللي بيجي ورا هذا السيمبل الفايل. الانبوت بتكون ليس ذان. شو يعني ليس ذان؟ يعني الانبوت رح ناخده من الفايل اللي اسمه موجود بعد هاي الليس ذان. تمام. طيب ستاندرد ايرور انه اذا طلع ايرور من كوماند معين، هلأ الديفولت إنه يظهر وين؟ على السكرين، زي ما منشوف شفنا إنه إذا في غلط معين بكوماند تظهر الإيرور على السكرين. أنت ممكن برضو تغير مسار هذا الإيرور تخزنه بفايل، فبيأخذ دائما الديسكريبتور 2 الديفولت إله السكرين اللي هي التيرمينال، وممكن نعمل له ريدايركت بهاي الطريقة. الليس ذان الريدايركت الخاصة بالإنبوت، والجريتر ذان الريدايركت الخاص بالأوتبوت. طيب كيف ممكن نخلي للإيرور ريدايركت خاص؟ عن طريق إنه نحط 2 جريتر ذان، هون رح يحول الستاندرد إيرور لفايل. فمثلا إذا عندنا WC فايل 1، هون الـ WC رح يقرأ من فايل 1. انتبهوا هون طلاب إنه الكوماند هو ماخذ الفايل كأرجومنت، يعني الفايل هون 1 مش جاي كإنبوت للWC، لا هو أرجومنت للWC، والأوتبوت من هذا الكوماند رح يروح على الفايل أوت فايل، وإذا طلع فيه إيرور رح يروح على الفايل إيرور فايل. الإيرور انتبهوا إنه الإيرور بخص فشل تنفيذ الكوماند، يعني متى بيكون في عندي فعليا ايرور؟ لما يكون في خطا معين في الكوماند فادى الى فشل تنفيذه. لانه الايرور بيشبه كثير الاوتبوت، لانه احنا ديسبلير ايرور اون تيرمينال، برضه الديفولت له هو التيرمينال، وبياخذ الديسكريبتور 2 وبياخذ نفس علامه الريدايركت اللي هي الجريتر ذان. لكن عشان انت تفهم الشل انه انا بدي ريدايركت للايرور مش للاوتبوت، لازم تسبقها بالرقم 2 اللي هو الديسكريبتور اللي خاص في الايرور. مثلا هذا المثال، بعد ما الدبليو سي اشتغل على فايل 1 وبده يعطي الاوتبوت، اذا نجح تنفيذ الدبليو سي طلاب يعني في اوتبوت، وين رح يروح؟ رح يروح على اوت فايل. اذا فشل الدبليو سي وما تنفذ ففي ايرور معين، رح يروح وين الايرور؟ على الفايل ايرور فايل. هل هذا معناه انه بنفس اللحظه في اوتبوت وفي ايرور؟ اكيد لا. اذا نجح ال WC بيكون في اوتبوت، اذا فشل بيكون في ايرور. انت ما بدك الايرور يطلع على الشاشه على التيرمينال، بدك اياه يتخزن بفايل اسمه ايرور فايل، فبتعمل هاي الطريقه. في كمان اذا حتى الايرور كله ما بهمك ولا بدك اياه يتخزن بفايل ولا بدك اياه يطلع على التيرمينال، بنعمل ريدايركت على فايل
اسمه الديف نل، وهذا سبيشال فايل. يعني بالضبط بنقول نل يعني كيف بنقول على الهاوية، لا انت بتقدر تقرأه ولا تسترجعه ولا اشي، خلص اذا طلع غلط ما بدي اشوفه انا ولا تطلع ليات على التيرمينال، ما بدي التيرمينال عندي تتعبى بإيرورز. تستخدموا هاي الطريقة اللي هلا رح نحكي عنها. ما بنقدر انه نخليه انبوت لاي بروجرام تاني، يعني اذا مثلا كوماند عملنا له بايبنج لكوماند تاني واعطى ايرور، هذا الايرور ما بيروح للكوماند التاني، لا فعليا ما بصير اي تنفيذ بعدها. برضو الايرور كلها بتروح للديسكريبتور 2 بدون ما يكون عارف الكوماند اي معلومات عن المانيبيوليشن. انتبهوا لمعلومة انه الايرور مستحيل يكون انبوت لانذر كوماند. فمثلا لو استخدمتوا WC وبايب على كوماند تاني وفشل WC، خلص بفشل الكوماند لاين كامل طلاب، يعني الشل ما بتكمل بما انه البايب ما تعبى باوتبوت من الكوماند الاول، ما رح يقدر الكوماند التاني يشتغل. ما تفكر انه بتصير الايرور مسج كأنها انبوت للكوماند اللي بعده، لا مستحيل الايرور يستخدم كانبوت ل another command أو منقول another program، لأنه أصلاً الكوماند مالهم executable files يعني بيشبهوا البرامج. أوكي طيب هلأ نحكي عن بعض الـ possible destinations of standard output. أكيد by default هو بيروح للتيرمينال، ممكن نعمل له redirect عن طريق الريدايركت العادي أو الأبند. الفرق إنه كالآتي، إذا استخدمنا الريدايركت العادي هون رح يصير overwrite الفايل 1، أما الأبند لا هون رح يكتب على نهاية الفايل، يعني فعليا مكوناته القديمة رح تضل ويكتب من نهايتها. ممكن نعمل merging للstandard error مع الoutput عن طريق 1> greater than and 2. هون يعني انه بدي الاوتبوت والايرور يروحوا على نفس الفايل. الديفنال فايل هذا عبارة عن سبيشال فايل، وهو بالضبط معناه زي النل فايل، يعني هو مش فايل فعلا موجود واحنا بنقدر نقرأه. متى بنعمل ريدايركت للاوتبوت على الديفنال؟ لما انت ما بدك تشوف الاوتبوت، انت بس بدك تتأكد انه الكوماند هذا شغال، يعني you don't care about الاوتبوت. فمثلا cat file 1 اذا كان في ايرور معين انا ما بدي الايرور هذا يظهر عندي على الشاشه. اذا فعلا الكات اشتغل راح يظهر على الشاشه مكونات فايل 1، اذا ما اشتغل ما بدي يظهر شيء على الشاشه، لانه الايرور وين راح يروح؟ على الديفنال اللي هو عباره عن النل فايل. ممكن كمان طبعا زي ما حكينا انه نشبك الاوتبوت كإنبوت لأنذر بروجرام، فالستاندرد أوتبوت ممكن يظهر بأكثر من طريقة. آخر شيء بدي أحكي إنه مش كل الكوماندز كان بريدايركتد، لا بس الكوماند اللي بتاخد إنبوت أو بتعطي أوتبوت ممكن نعمل لها ريدايركت على ستاندرد إنبوت وريدايركت على ستاندرد أوتبوت. فمثلا كوبي، الكوبي بيعمل أكشن ما بيعطيني أي output، فما بنعمل له redirect لا من input ولا على output. أوكي تمام طلاب، هاي الطريقة اللي هي لما تحكي one greater than and two، بدل ما تحكي greater than على file و two greater than على file تاني مثلا، ممكن تدمج، شايفين merge، تدمج انه بدك اذا في output او في error يروحوا على هذا الفايل اللي انت طبعا بتحدده بعدين. أوكي طيب ممتاز، في حدا عنده أي سؤال؟ رح أعمل أنا هلأ شير للتيرمينال. أوكي ونطبق سوا، رح أسأل طلابه أنا أطبق. حكينا بدناش نضلنا هادين لهاي الدرجة، يعني كل محاضرة بحاول دايما أضل أسأل فلان وعلنتان، وطبعا بديش أضل أحكي عن أنه أنا بعرف كل طالب متى بفوت طلاب، يعني ببين عندي أنه أنت قاعد بتفوت لأني أنا بعمل لك أدمت، فبستغرب وكل مرة بنبه وانتبهوا أنه من تكرار الأسماء، يعني بحفظ انتبهوا من تكرار الأسماء، في نفس الأسماء قاعدة بلاحظ صاروا أغلب المحاضرات، بس يكون ضايل ربع ساعة تلت ساعة على المحاضرة بيجي بدخل على المحاضرة. فيعني أنا ما حكيت لك الحضور والغياب، أوكي باخد حضور وغياب بس ما بنزل كل المحاضرات، ومش غرضي أني أنا يعني بالنهاية بس أحضر أو ما أحضر عشان الحضور والغياب،
لا بدنا كمان نركز. طيب anyway احنا كنا هنا في التيرمينال. طيب خلينا نروح على الديسكتوب، فيها مجموعة فايلز نطبق عليهم، وهي عملت لهم ألأس. طيب طلعوا طلاب، هاي الفايلات اللي موجودة. انتبهوا انه مثلا شوفوا هاد DIR of section 2، هذا فعليا كله عبارة عن اسم واحد، كله عبارة عن اسم واحد. كيف عرفت؟ واضح من الفيلز، شايفين كيف الكولومز مرتبين، واضح انه اسم واحد. كمان هون office 2016، هذا اسم لدايركتوري واحد، يعني السبيس ماله جاي جزء من اسم الدايركتوري. طيب تعالوا نعمل له ريموف. طبعا انا متاكده انه فاضي لاني امبارح لسه كنت مطبقته مع الشعبه. مين يحكي لي كيف بدي اعمل ريموف؟ هل بصير اعمل هيك اكتب اسمه بهاي الطريقه؟ هيك طلاب رح اعمل له ريموف، ولا الريموف رح يفهم انه بدي اعمل ريموف لفايل اسمه دي اي ار، لدايركتوري طبعا اسمه دي اي ار، ولدايركتوري تاني اسمه اوف، ولدايركتوري تالت اسمه سكشن 2. وكل سبيس بيفرق. ايوه طب كيف بدي احكي له يا بهاء انه هدول كلهم عباره عن دايركتوري واحد؟ شو اخذنا؟ بتقدر تحطيهم ببراكت، مش براكت، دبل كوت، دبل كوت ايوه، او سنجل كوت، او حتى نستخدم الباك سلاش صح. طب انا عندي هنا سبيس 2، مش حابه احط انه قبل كل واحد، يا اما هيك تحطوا طلاب قبل كل سبيس عشان ينفي معنى السبيس، فبصير الشيل تفهم انه هاي كلها مالها وحده واحده، او تعملوا له سراوندنج باي دبل كوت او سنجل كوت. تمام طيب تعالوا نرجع نعمل الاس. شوفوا راح كامل هذا الدايركتوري مثلا. طيب مين يحكي لي اذا حكينا الاس فايل ستار؟ هون الستار ميتا كاركتر، هي من الوايلد كارد، شو معناها؟ نن اور مور اوف اني كاركترز. الشل رح تيجي تشوف اي فايل عندي بيركب اسمه على هذا الاكسبريشن وتعطيه للالاس، يعني الالاس ما له علاقه بالستار. يلا احكوا لي مين الفايلز اللي قدامكم هون بيزبط اسمهم على هذا الاكسبريشن؟ فايل 2 فايل 3 فايل دوت اتش فايل اندرسكور تيست. برافو يا بهاء. فايل تيست، برافو ممتاز. ليه؟ لانه ما حدا بيبدا بفايل الا هم. طلعوا كلمه فايل، هاي لازم تكون فعلا موجوده، لاني انا حاكي اف اي ال اي ولازم يكون سمول بهاي الطريقه. طيب اذا حكينا بدل الستار كويستشن مارك، غير بهاء يلا مين بده يشارك معنا؟ انتبهوا الكويستشن مارك انا بذكركم فيه، هذا سنجل كاركتر، يعني اني كاركتر بس لازم سنجل، يعني يكون واحد لا اقل ولا اكثر. مين الفايلز اللي اسمهم بزبط على هذا الاكسبريشن؟ فايل 2 فايل 3. برافو يا ايهم، في غيرهم؟ لا بس ماشي. برافو ممتاز، شايفين طلاب بهاي الطريقة. طيب لو جيت أنا حطيت بركت 259، مين يحكي لي شو معنى هاي؟ أذكركم فيها البركت الكلاس كاركتر ومعناها سنجل كاركتر، لكن من اللي موجودين جوا، فكأنه بقول يا 2 يا 5 يا 9، يعني either 2 or 5 or 9. مين الفايلات اللي اسمهم فعلا بينتهي باثنين او بخمسة او بتسعة؟ فايل 2 فايل 2. برافو يا يمان، برافو يا ايهم، بالضبط. انتبهوا طلاب لو عندي فايل اسمه فايل 5، مش تفكروا يعني رح يختار يا 2 يا 5، لا، كل الفايلات اللي بزبط اسمهم على هذا الاكسبريشن بناخدهم بالليست. تمام، يعني الشل رح تعملهم ماتش هي بالمين. طيب لو حكينا بدي هون احكي ما يكون ديجيت، طلعوا ما يكون ديجيت بكتب هاي الطريقه نيجوشييت 0 تو 9، يعني ما بدك ديجيت. مين راح يكون الفايلز اللي ماتش لهذا الاكسبريشن؟ يعني زي كانه بنحكي شو طلاب، كانه بنحكي بدي كلهم فايل تيست، كلهم ما عدا اللي بنتهوا
بديجيت صح؟ هيها طلع بدي فايل نيم يبدأ بفايل وما ينتهي بديجيت. هاي كلمة إنه نيغوشيتد ديجيت يعني أي كاركتر إكسب ديجيت. فشو اللي عندنا ما بنتهي بديجيت؟ الفايل تيست والفايل اتش. أيوة ما بنتهي. بس فايل دوت اتش هذا سينجل كاركتر بعد كلمة فايل؟ لا كاركترين. أيوة شوفوا طلابها انتر ولا فايل بقول لي ولا فايل هيك زبط. ليش؟ لأنه اللي عندي 2 و 3 متفقين ما راح ياخذهم لأنهم بنتهوا بديجيت. طيب فايل دوت اتش ليش ما اخذها؟ طلاب البراكت شو هو؟ سينجل كاركتر. الدوت اتش 2 كاركترز. الاندرسكور تيست 5 كاركترز. بينما لو عملت انا بعد هذا السينجل كاركتر ستار شو راح يعمل؟ راح يطلعهم حتى لو اكثر من ديجيت من كاركتر واحد. برافو. رح يطلعهم. أهم شيء كأني شو بحكي له؟ بدي بعد كلمة فايل ما يجي ديجيت. كأنك هيك قايل له أي فايل نيم بيبدأ بكلمة فايل وما يجي وراها ديجيت ومش مهم بعدين شو ما يجي يجي. فيس. طب دكتور لو بدي بس أطلع فايل دوت اتش بعمل الزيرو لناين مرتين؟ يا بتكررها 0 ل 9 مرتين او بتعمل دوت ستار او بتعمل دوت براكت بينها اتش مثلا او بدك بس اللي لهم اكستنشن بتعمل دوت ستار. اذا بدك انت تعبر عنها بنفس طريقه هاي يس بتعمل تنتين او هيك طلاب بدل الستار كويستشن مارك. مين يحكي لي هون رح يزبط اي واحد او مين اللي بيزبطوه؟ فايل دوت اتش. ليه؟ هو احنا حدينا البراكت اختار كاركتر والاستفهام كاركتر ثاني. برافو. يعني الاندرسكور تيست ما بزبط لانه اكتر من تو كاركتر. احسنتم ممتاز. طيب تعالوا اذا حكينا بدي اعمل ميك دايركتوري واسميه ماي دوكيومنت. بس انا بدي ماي دوكيومنت كله يكون اسم الدايركتوري. شو حكينا؟ اما بتعملوا هيك دبل كوت او بتحطوا قبل السبيس باك سلاش. شوفوا ارجع اعمل الاس مره ثانيه. هاي ماي دوكيومنت صار عباره عن دايركتوري انا انشاته. حكينا كمان الكود طلاب ما بتحمي الدولار ساين. فشوفوا حتى رغم اني الدولار ساين هوم عملت لها سراوندينج باي دبل كوت ضلت تطبع الباث نيم. بينما تعالوا حطوا سراوندد باي سنجل كوت شوفوا حتطبع كلمه هوم. ليه؟ لأنه الدولار ساين صار لها تيرن أوف يعني صارت سيمبول عادي ما صارت السبيشال أو الميتا كاركتر. أوكي؟ طيب لو حكينا WC على فايل دوت اتش كلنا بنعرف طلاب WC شو بيعمل؟ بيعطيني عدد اللاينز والوردز والأحرف اللي موجودة بفايل. طب لو أنا عملت هيك less than less than يعني من input ليش هون طلع لي كلمة فايل اتش وهون لا التانية؟ شو حكينا بالفيديو؟ هاي شو عمل؟ ال WC اخذ الفايل دوت اتش كارجومنت فهو عارف على شو بيشتغل. عشان هيك قال لي انه ترى هدول كذا وكذا وكذا من فايل دوت اتش. هون الريدايركت خلت الشل تعمل ري اساين للستاندرد انبوت فصار فايل دوت اتش هو الديسكريبتور زيرو. هلا WC صح بقرأ منه بس WC مش عارف هو اسمه فايل 1 ولا هو بقرأ أصلا من الكيبورد ولا من وين بقرأ. هو ما بعرف. هو بعرف أنه بقرأ من الديسكريبتر زيرو. تمام؟ ما عملنا ريدايركت للأوتوت شوفوه فطلع على التيرمينال لأنه باي ديفولت. طيب لو عملت هاي الحركة نفسها بس عملت ريدايركت لنيو فايل سميته ما رح يطلع إشي على التيرمينال. بس تعالوا نفتح الفايل نيو فايل حلاقي في الاوتبوت اللي من WC. هون انت شو عملت في الكوماند لاين؟ هاد عملت ريدايركت الانبوت من فايل دوت اتش وريدايركت الاوتبوت على فايل اسمه نيو فايل. تمام؟ طيب بكفي اليوم لهون. الكل يكتب لي نعم على الشات لو سمحتوا. رح انزل هاي المحاضرة لكل الشعب ان شاء الله. والمرة القادمة طلاب رح نكمل إحنا في الشل داي الجزء بسيط حتى أبسط من الجزء اللي أخذناه اليوم.
الميد لسه ما نزلت إعلان لأنه قلت خلينا من هنا للأربعة بكون خلصت كل الشعب شو أعطيتهم وبنزلكم الإعلان. لسه إحنا امتحاننا next week. وأصلاً أنا صرت حكي بأكثر من محاضرة إنه رح يكون chapter 1 و 2 و 3 و 4 و 6. chapter 1 لسه ما أخذت القرار لأني بدي أشوف فعلياً بالسيلبس كم علامة عليه. فإذا أدينا الغرض في الكويز الأول أوكي بشيله، بس إذا ما أدينا الغرض لا، ممكن أرجع أحطه في الميد لأنه أنا مطلوب إنه يكون كل شابتر عليه علامات معينة يعني. بس أكيد لو الطلاب كان من ضمن الميد ممكن أجيب عليه دائرة هيك يعني بسيطة. خلينا نشوف الموضوع، مش مشكلة، من هون للأربعة بنشوف شو إن شاء الله رح نكمل. أوكي إذا الكل كتب اسمه. طيب بتمنى من الجميع إنه يكون مركز، واللي ما ركز يرجع يراجع المادة. طلاب بلشوا، لازم تبلشوا بالمادة للي مش مبلش طبعا لأنه ضايل أسبوع على امتحاننا. يعطيكم العافية وشكرا على الحضور ومع السلامة. الله معكم.